السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. وصفة اليوم إن شاء الله وصفة مجربة ناجحة 100%، تعالج تقريبا جميع مشاكل الشعر. أول مشكل تعالج شيب الشعر، تعمل على تطويل وتنعيم الشعر بشكل سريع جدا، يعني إطالة وترطيب وتنعيم مثل الكيراتين أو البروتين للشعر، مجربة وناجحة ومفيدة 100%. فقط تتبعوا الخطوات وسوف تنجح معكم بإذن الله. صالحة لجميع أنواع الشعر ولجميع الأعمار، حتى للبنات أو الأطفال الصغار. بالنسبة لوصفة اليوم فيها مرحلتين مهمتين أساسيتين، يعني ضروري أننا نقوم بعمل هاتين المرحلتين مع بعض. نبدأ مباشرة في تحضير وعمل الوصفة. بالنسبة للمرحلة الأولى تكون في البداية، وبعدها نأتي للمرحلة الثانية. نقوم بعمل المرحلة الأولى وبعدها نحضر المرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الأولى نقوم بعملها على الشعر، من الأحسن أنه يكون نظيف، من الأحسن، يعني إذا لم يكن نظيف يعني ضروري أنه لا تكون عليه أي أنواع من الكريمات أو الزيوت. نبدأ أول شيء نحتاجه هو جل الصبار أو جل الألوفيرا. بالنسبة لجل الصبار ممكن نستعمل جل النبتة الطبيعي، يكون أحسن، يعني من الأحسن أننا نستعمل جل النبتة، نستخلصه من النبتة. وإذا لم يتوفر الطبيعي ممكن نستعمل الجاهز، ولكن ضروري جدا أنه يكون من النوعية الجيدة. نحتاج تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من جل الصبار أو الألوفيرا. بالنسبة لهذه المرحلة مهمة جدا في نجاح الوصفة. فقط أطلب منكم طلب، أتمنى منكم دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد لا ينسوا الاشتراك في القناة، وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. أضفنا في البداية جل الصبار، ثم نضيف له المكون الثاني وهو زيت جوز الهند. أي نوع زيت جوز الهند، الأحسن أنه يكون طبيعي ومجرب على الشعر. نضيف تقريبا مقدار ملعقتين إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، على حسب طول وكثافة الشعر، يعني إذا كان الشعر طويل جدا وكثيف ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير، إذا كان الشعر قصير وخفيف نستعمل هذه الكمية تكفي. نخلط المكونين مع بعض. بهذا الشكل، ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط من فروة الرأس حتى الجذور. نحاول أننا نبدأ أول شيء بفروة الرأس، نوزع جيدا الخليط على فروة الشعر، ونقوم بتدليك برؤوس الأصابع فقط، يعني نقوم بعمل حركات دائرية برؤوس الأصابع، ثم نقلب الرأس إلى الأسفل ونقوم بعمل مساج لفروة رأس حتى ننشط الدورة الدموية في الشعر. باقي الخليط نحاول أننا نقوم بتوزيعه على كامل الشعر، نلف الشعر ونتركه دون غسله، ثم نأتي إلى المرحلة الثانية وهي ستكون على الشعر مباشرة، يعني بعد خلط أو بعد وضع هذا الخليط، يعني لا نغسل الشعر من هذا الخليط، نضع فوقه الوصفة مباشرة الثانية على الشعر دون الغسل. يعني إذا لم تفهموا أي شيء حاولوا تتركوا لنا تعليق وسأحاول الشرح جيدا. نأتي إلى المرحلة الثانية، نحتاج فيها إلى حبة من البصل تكون بالحجم المتوسط أو الكبير بهذا الشكل. إذا كان متوفر عندنا البصل الأحمر يكون أحسن، إذا لم يتوفر نستعمل البصل العادي.
نأخذ إناء يمكن وضعه على النار بهذا الشكل، ونقوم بتقطيع حبة البصل إلى قطع بالنسبة لرائحة البصل. سأقوم بعمل خطوة سوف تخلصنا من رائحة البصل نهائيا، لأنه الكثير منا ينزعج من رائحة البصل. نبدأ الآن بإضافة المكونات الأخرى. سنحتاج إلى مكون آخر وهو أيضا من المكونات الرائعة جدا التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر وتعالج الشعر التالف وتطيل الشعر، وهو بذور الكتان. نحتاج إلى إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان. هذا هو شكل بذور الكتان. نضيف ملعقتين. كبيرتين بهذا الشكل. بالنسبة للمكون الآخر وهو الذي سيخلصنا من رائحة البصل وأيضا مفيد جدا للشعر. أنا من قبل عملت وصفات منه للشعر، أيضا تعالج شيب الشعر وخاصة الشيب المبكر، وهو القهوة العادية. نضيف تقريبا ملعقة إلى ملعقة ونصف من القهوة العادية، ثم نضيف تقريبا مقدار 3 أكواب أو 3 كؤوس من الماء. ونضع الخليط على النار يغلي تماما عدة دقائق حتى يعني تخرج جميع المكونات ونتحصل على خليط ثقيل نوعا ما، لأن بذور الكتان سوف يخرج منها جال بذور الكتان. بعد ما يغلي الخليط ونتحصل عليه أنه يكون ثقيل، نقوم بتصفيته. نتركه يبرد يعني حتى نستطيع وضعه على الشعر. نقوم بتصفيته، وبعد ما يبرد قليلا، الأحسن أننا نصفيه وهو ساخن يسهل علينا العملية. ثم نقوم بتطبيقه على الشعر من الجذور حتى الأطراف. نغطي الشعر ونلفه ونتركه تقريبا ساعتين على الشعر.